ما شاء الله ما شاء الله السيارة. طبعا ما حنستلمها اليوم، ولكن السيارة وصلت على جدة. استلامها لسه مو اليوم، لسه لما نعمل كده شوية شغل. بس تتذكروا ما قلت لكم حقكم ايش هي؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اتس جيب شروكي رائعة ما شاء الله. من بعد ما لفلفنا اخيرا نجيب شروكي. هذه هي السمت الثري روز ما شاء الله رائعة. طبعا جيت المعرض اليوم عشان نوقع كده اوراق، لسه استلامها بعد كم يوم. بس حقيقي هذه تعبنا عليها عشان نلاقي كل المواصفات اللي ابغاها في سيارة. طبعا هقول لكم مرة مواصفات كتير ليش حبيت السيارة دي، بس فيها كل شيء ابغاه. سو هذه هي الجيب السمت، تيجي 3 روز اللي ورا، والحلو فيها مساحتها حلوة بالنسبة لشنطة السيارة ورا. وانا كان مرة مهم بالنسبة لي اقدر احط كار سيتس في الثيرد رو والسكند رو، يعني هنا اقدر احط كار سيتس في كل 3 مقاعد وورا نفس الشيء. هذا كان مرة مهم بالنسبة لي. شيء ثاني كان مرة مهم بالنسبة لي انه فيها سسبنشن لدرجة انه مرة مريحة. طبعا سيارات امريكية اصلا حقيقي مريحة في كل المطبات اللي بناكلها هنا، حقيقي مريحة للشخص اللي قاعد ورا. وقدام لو احد قاعد قدام فيها مساج، حقيقي تجنن السيارة ما شاء الله، وفيها الفخامة اللي كنت ادور عليها. يعني شوفوا انا قاعدة ورا، شفتوا هذه الاضاءة اللي تجي على الجنب، هذه يعني كده تعطيها فخامة. ونفس الشيء هذه الدايموند، ما اعرف ايش يسموها، دايموند كات دايموند ايش، بس يعني شوفوا الكراسي كيف فخمة مرتبة. وفي نفس الوقت يعني سعرها مو مبالغ فيها زي الكاديلاك او الاسكريد، بس فيها كل شيء، كل المواصفات اللي ابغاها. يعني كنت بدور عليها حقيقة حبيت. حتى هنا الشاشة كيف مرة مرتبة، في شاشة تانية عند السائق هنا برضو فيها شاشة قدام، وفيها HDMI تقدر تركب وتتفرج شيء. حقيقة حبيت السيارة مرة. والله كثير بنات كتبوا لي بيان تكلمي عن السيارة، والله حقيقة أقول لكم شيء، ترى السيارة ما حتى عملوا لي خصم 1% أبدا، ما فيها ولا شيء. بس يعني حبا يعني للسيارة نفسها. طبعا أنا جيب من زمان أحب جيب، بس دائما كنت خايفة من ناحية الصيانة في السعودية. يعني دائما الصيانة حقت الجيب زمان كانت شوية تخوف زمان، دحين بعد ما أخذتها بترومين الصراحة صارت مرة ممتازة. فهذه شيء تاني كمان يعني سمعته صار كويس، فاللي كان متخوف زيي صيانة جيب ممتازة. هذه شغلة. الشغلة الثانية الشاشات، الإضاءة، السماعات، السيفتي للأطفال. كمان أبغى أركب شاشات هنا ورا، بركب شاشات هنا، بس هذا من قسم الأكسسوريز. هي أصلا السيارة نفسها هي تجي معاها شاشات، ولكن هنا في السعودية يعني برا اوريدي تشتريها بالشاشات، بس هنا في السعودية عملوها أوبشن للعميل إذا هو يبغى يركبها يدفع زيادة. بس أبغى أركب شاشات لأولادي ويتفرجوا شيء، خلاص ما فيها في آيباد وما آيباد. صراحة مرة مريحة، خدناها تست درايف وقعدنا ورا، خيال كانت حقيقة، حبيتها مرة. شوفوا هذه السيارة من ورا، أبغى أوريكم الشنطة حقتها حلوة. كيف أفتحها؟ أيوة كده. أوكي أوكي، يعني شنطتها حلوة. يعني أغلب السيارات تكون مثلا الشنطة واسعة بس المقعد مرة ضيق أو العكس. هذه شنطتها ممتازة، حبيتها. وفي نفس الوقت أقدر أقفل، ما كنت أحب أقفل بيدي، أحب أقفل بالزر، فهمتوا؟ يعني أقفل المقعد بالزر في نفس الوقت خلاص. طيب شفت الأغراض اللي فيها عشان أوريكم الشنطة مساحتها وكيف حلوة، وكمان أقدر أقفلها فهمتوا زي كذا، يدي أقدر أقفلها وأستخدم المساحة دي كلها إذا أبغى شنطة أوسع أو أكبر.
صراحة حبيتها مرة، ما شاء الله ما شاء الله. طيب شوفوا دحين، هي كده اوكي. شوفوا بدي الطريقة تنفتح، والمقاعد اللي ورا شوفوها هذه يا جماعة الجيب شروكي سمت، اسمها كده جيب شروكي سمت. اوكي دحين لو بنزلها، اوكي بدي الطريقة، وبعدين كيف ارجعها؟ اوكي there you go. رجعتها زيادة، اوكي فهمتك. او كمان اقدر اقفلها تماما، اوكي. وهذه المقاعد الامامية شوفوا تيجي معاها شاشة، الشاشة هذه فيها HDMI، تقدر تعمل زوم ميتينج، كل شيء هنا. حبيت مرة هذا، حتى لو مثلا تبي تحطي مثلا جوجل ماب وتبغي السائق يشوف فين مثلا، انتي تختاري فين والسائق يقدر بس يوديكي، فحقيقي مرة حلوة. والحلو فيها مساج، هذه يعني المقعدين هدول فيهم مساج. ليش حبيت السيارة؟ لأنها ما هي مرة كبيرة ولا هي صغيرة، هي وسط. واحدة من الأشياء اللي كنت أدورها في سيارة تكون سيارة عائلية، وفي نفس الوقت سيارة ينفع أنا أو زوجي نسوقها. طبعا هي سيارة ما هي ضخمة كبيرة، وفي نفس الوقت ما هي صغيرة، يعني مرة ممتازة عائلية، وفي نفس الوقت ينفع تسوقيها تحسيها لسه ملمومة، مو زي السيارات الأمريكية اللي تيجي ضخمة. عشان كده حبيت السمت. السمت هي وسط، في اللي هو الجراند واجنير اللي هي أكبر حجم، هذه اللي هي السمت، الجيب شروكي سمت اللي هي مقاس وسط. وبس والله ورجعنا البيت. بس كنت بقول لكم شيء، لما يا حبيبتي تيجي تشتري سيارة، والله نصيحة أخت، جربيها وجربيها في خليني هذه عشان اطلع اللوح، خليني اطلع اللوح وارجع لكم. المهم برجع اقول لكم، ترى احنا لسه ما استلمنا السياره، احنا بس شو اسمه باقي لها يومين، يقول لي عشان تطلع اللوح، وما تطلع اللوح تاخذ لها يومين، ويطلع التامين وكل الكلام. المهم بيلعب الاولاد وحسب شو حيصير. اللي يبغى يطلع سيارة لازم تجرب السيارة بنات، كل مكان تجرب السيارة، تاخديها على السوبر ماركت، تحطي فيها كار سيتس، تاخديها ان شاء الله اماكن بعيدة، اعمل تست درايف، جربيها، عندك احد عنده نفس السيارة خدي سيارته جربيها، حقيقي ترى يعمل فرق. تعرفين كم سيارة احنا قعدنا نجرب عشان نختار دي؟ عملنا لستة كاملة، دي لا دي لا، ايش عيوبها وايش ميزاتها لازم تكتبي، لانه حقيقي السيارة تقعد معاكي سنين. يو انفست في السيارة، خلاص كل شوي تغيريها، بالذات سيارة عائلية ترى تحتاجي شيء يكفي السترولرز، تحتاجي شيء تقدر تحطي كار سيتس فيه، وفي كارس في تقدر تحطي كمان لو عندك اكثر من طفل واكثر من كار سيت، انك تقدر تحط الكار سيت في الثيرد رو اللي هو ورا، فهمتوا؟ يعني هذه كمان ترى مره مهمه، احيانا انت حاطه كار سيت في النص بس تبغي تقفلي اللي في النص، تبغي تقفليه وتفتحيه عشان ترجعي ورا، مره صعب مع كار سيت، تشيل الكار سيت وتحط الكار سيت. هذا انا اقول لكم لو في طفلين تو كار سيت ترى مره صعب، خلاص تحطي كار سيت ورا وخلاص، لما الاطفال يكون مثلا معاه احد ورا وبس. الصراحة أنا بالنسبة لي they ticked all the boxes، مرة كان مهم بالنسبة لي الراحة مطبات هنا أنا كلها. شوفوا كم سيارة كنسلتها كان فيها كل المواصفات بس ما فيها الراحة، كنسلتها أنا، أهم شيء عندي الراحة. أو كمان كان إيش كمان كان مهم؟ كان مهم يكون فيها ستارة، مرة الشمس والحر ما أقدر، أبغى يكون فيها كذا ستارة في الشباك تغطي لي، حتى أنا حاطة فيها ترى حاطة فيها عازل وحاطة فيها كذا شوية تضليل وكذا، بس برضو مع الحرارة دي أبغى ستارة. الأولاد ناموا في السيارة،
تهاجي تغطي لهم الشمس قوية صاقعة عليهم هم على الطرف. مرة مهم.